بيقول لك بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، ثلاث ارباع الناس بتهاجم على المواطن وبتقول ان المواطن هو اللي عنده مشاكل، علشان خاطر الوعي والادراك بتاعه ان مدى الخطوره اللي احنا فيها هي اللي فيه المشكله. على اساس ان النخبه الموجوده في مصر والاعلام الموجود في مصر مش هو اساسا صاحب الازمه وصاحب المشكله الكبيره اللي احنا بقينا موجودين فيها دلوقتي. الاعلام اللي كان بيقول لنا ان فيروس كورونا اول ما تعملوا الطشه بتاع الملوخيه هيطلع، واللي كان بيقول لنا كلوا فول والفيروس مش هيجي لكم، والناس اللي كانت بتقول يا جماعه مصر صعب جدا الفيروس يوصل لها، وده كان منصات اعلاميه حكوميه ومنصات اعلاميه خاصه، نفس الناس دلوقتي اللي بتطلب مني ان انا اكون عندي وعي. طب ما انتوا اساسا اللي خليتوني حمار، اصدق انا ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بما اننا الفتره الاخيره هنا في مصر في حمله تطهير قويه جدا من ناحيه الاداب العامه والكلام ده، وبعد القبض على حنين حسام ومؤدى الادب وسام المصري، محتاجين كمان ان احنا ندور على المفاهيم المجتمعيه للمصريين، زي مثلا الوعي بتاعهم بيروح فين. الوعي بتاعهم اللي فيه اعلام بس ان شاء الله بيحاول بقدر الامكان ان هو يخلق جيل عنده سخافه غير طبيعيه، جيل ما عندوش ادراك لاي حاجه بتدور حواليه، جيل بيسمع اي حاجه بتتقال له وما بيفكرش فيها ولا بيدور على اي مرجع يدور وراها. فاعتقد ان الناس دي لازم تدوق برضو اشد العذاب زي اللي بيعملوه مع سامة المصري وحنين حسام حاليا، لان الناس دي صدروا وعي بطريقه غير طبيعيه للناس على فيروس كورونا، الوعي اللي خلى مصر بسم الله ما شاء الله بقت دوله مؤشرها تصاعدي جدا في حالات الاصابات. الاصابات اللي كانت عندنا ب 200 300، بعد كده وصلنا ل 500، بعد كده وصلنا ل 700، ودلوقتي وصلنا ل 15000 مصاب بفيروس كورونا. طيب هنطلع نتكلم ونطلع نقول يا جماعه حملات التوعيه اللي الناس دي كانت بتتكلم فيها في الاعلام كانت حملات غير موجهه؟ لا، ما كانوش بيعملوا توعيه يا صديقي، هم كانوا بيقولوا لو كلت مثلا اي حاجه كده زي مثلا الفول او كلت الملوخيه بالطشه بتاعتها او كلت الشلاوله وهتلاقي ان انت خفيت من الفيروس وان انت ما عندكش وباء، وان المصريين بيحاربوا الفيروس بالمعده، وان المصريين طول ما انت بتاكل هتلاقي ان انت ما فيش فيروس والكلام ده. والكلام ده كان بيصدر لنا من على منصات اعلاميه، وكان في اعلاميين كبار بيقولوا يا جماعه الفيروس صعب ان هو يوصل مصر والكلام ده، وكان في ناس كمان بتطالب ان احنا نرجع لحياتنا الطبيعيه وكمان نرجع الدوري ونرجع المصانع ونرجع للشغل، اللي هو اساسا يا عم الحاج احنا لازم نعمل حظر شامل ولازم نوقف حركه القطارات ولازم نوقف المترو ولازم نوقف اي حاجه بتنقل الناس ما بين المحافظات وبعضها علشان خاطر الازمه دي وقعت فيها اسبانيا قبلنا، والفيروس انتشر عندهم بسبب غباء الحكومه الاسبانيه ان هي ما منعتش التجول في المدن والمحافظات. ما بالك بقى النسخه دي انتشرت عندنا هنا في مصر هنا بعد ما اسبانيا ملمت الليله وعرفت تسيطر على الفيروس عندها. احنا بقى التجربه وصلت لنا متاخر، ومع ذلك التجربه اللي وصلت متاخر في حاله انكار غير طبيعيه. نقول يا جماعه احنا فشلنا كاعلام في ان احنا نخلي الناس عندهم توعيه، لان احنا كاعلام ما عندناش ماتيريال ولا عندنا اي حاجه، كل عندنا شويه هبد بنطلع نتكلمه، غير كده احنا ما بنمتلكش اي حاجه. طب انت بتهاجم الاعلام ليه؟ ما هو ده الوحيد اللي مسموح ان انا هاجمه، علشان الاعلام عندنا في مصر هو اللي بيعمل الراي، والراي ده هو اللي بيسيطر على الناس، والاعلام هو اللي بيصدر للناس ان الحاجه دي حقيقيه وصدقوها، وان الحاجه دي غير حقيقيه ما تصدقوهاش. فهو ده اللي عندي مشكله معاه بصراحه، ان انت تخلي شويه ناس ما عندهمش رؤيه ولا عندهم اي وعي ولا عندهم اي حاجه يصدروا للناس حقائق ويصدروا للناس ايه اللي انت تعمله وايه اللي انت ما تعملوش. تخيل مثلا معز احمد موسى يكلمك عن علم الفيروسات، تخيل الموضوع يبقى بالنسبه لك عامل ازاي انت كشخص وكمواطن عادي. ممكن تكون انت بتدور وراه وشايف ان الراجل ده عنده عبقريه غير طبيعيه زي الناس اللي مؤمنه برضه باحمد سبايدر ومؤمنه بتوفيق وكاشا، وان الفيروس ده هو جاي من الماسونيه العالميه والماسونيه، وكمان امريكا هي مسيطره للكوكب والكلام ده، وامريكا بتخدع الناس علشان خاطر هي عندها 1.5 مليون مصاب وعندها 94000 متوفى. هي بتخدع الناس، ما عندهمش الكلام ده ولا اي حاجه. في ناس عندها يقين غير طبيعي ان الكلام ده حقيقي، وفي ناس عندها يقين غير طبيعي بكل يوم بتشوف تصريحات دونالد ترامب بتقول لا لا امريكا عامله مؤامره على العالم. بحس يا جماعه ده واحد عمال يتخبط وعمال يقول اي هاتش وعمال يتكلم في اي حاجه وعمال يرمي مساوئه على الصين وعمال يتكلم على ان لا امريكا كويسه علشان خاطر احنا عمالين نعمل كشوف اكتر للناس. فالحالات الجديده اللي بتثبت دي بتثبت على ان احنا اساسا حكومه مسيطره، علشان احنا بنعمل فحوصات جديده، وده معناه ان احنا ماشيين في الطريق الصح، اللي هو انا بعمل كل يوم 50 اختبار فده حاجه ناجحه ليا كحكومه. اما بقى فكره ان انا ادور على اي دواء للوباء او اي حاجه، لا هو الرئيس الامريكي طلع كده وقال لك انا جبت انا العلاج بتاعه اللي هو علاج الملاريا، وبسم الله ما شاء الله كان بياخده على مدار اسبوع كامل، والاعلام الاعلامي كان واخده سخريه للموضوع وراجل غير طبيعي. فدول بقى الكلام بتاع الناس بتاع نظريه المؤامره ونظريه الماسونيه ونظريه مادونا والعين الحمراء والكلام بتاع سبايدر اللي الهبد فيه بسم الله ما شاء الله بيبقى عالي قوي. بس المشكله بقى ان الكلام ده في ظهير اعلامي بيدعمه، لما ظهير اعلامي بيدعم الكلام ده، الكلام ده بيوصل لعدد اكتر من البشر، والعدد الاكتر من البشر بيامن ان الكلام ده حقيقي، وبعد كده لما يطبقوا الوضع لا الوضع ده مش حقيقي والكلام ده مش ما بيأثرش ولا أي حاجة، لا الوباء بيوصل لنا، لا الوباء بيموت ناس بنحبها، لا الوباء بيوصل لناس إحنا نعرفها،
يعني انا مثلا عندنا هنا في قريه بسيطه من بني سويف، القريه دي يا معلم ما كانتش مؤمنه تماما بان في الفيروس هيوصل لحد عندنا. تخيل بقى كعاده اي حد في العالم الفيروس فعلا وصل لحد عندنا، والفيروس انتشر من واحد كان جاي من القاهره لحد هنا، وللاسف الشديد والده لبس الفيروس، فدي مشكله كبيره. فانا ما بتاجرش ولا بتكلم في اي حاجه، وربنا يشفي كل مريض، بس انا بكلمك على حاجه مهمه، على ان احنا لو منعنا التنقل ما بين المدن وبين المحافظات كان يمكن واحد زي ده ما جابش الفيروس لوالده او اي حاجه، لان المناعه بتاعته هو ممكن تتحمل، انما المناعه بتاعت والده صعب انها تتحمل. فعلشان كده كان ضروري ان احنا نوقف كل ده، وان احنا نعمل حظر شامل ولو اسبوع او اسبوعين، علشان خاطر نلم الدنيا وعلى الاقل نقلل عدد المصابين بالفيروس، لان الاعداد عندنا في الليمون كل يوم، احنا دلوقتي بقينا بال700 وشويه، فتخيل الموضوع عامل ازاي. نفس الكلام على الناس اللي كانت بتقول يا جماعه لو وصلنا ل1000 مصاب بالفيروس هيكون عندنا صعوبه كبيره جدا ان احنا نواجه الازمه اللي احنا بنبقى فيها. فتخيل دلوقتي لما وصلنا 15000، يقول لك لا يا جماعه اطمنوا احنا عارفين عاملين حسابنا لكل ده. طب انت عايزني اصدقك ازاي؟ يعني انت كنت بتعيط وبتقول لو وصلت ال1000 هقعد احط ايدي على دماغي واقول انا مش عارف عليك حاجه، دلوقتي هتعرف تعالى 15000 ازاي؟ برضه حاجات مش هقول لك ما تصدقش، انا خلاص انا اساسا تعبان من اللي انا بشوفه ده، ان انت رهنت على ادراك ووعي المصريين، وعي المصريين انت بقالك فتره طويله جدا عمال تحط كل قوتك على ان انت ترمي وعي الناس ده في الزباله، لحد ما فعلا وعي الناس ترمى في الزباله، وبعد كده لما ترمى في الزباله انت كده تعيط وتقول الوعي ترمى في الزباله، والعيب في الناس، والناس اللي ما بتطبقش الحظ، والناس اللي ما بتطبقش تباعد المجتمع. ما انت خليتهم شويه ناس بيروحوا مع اللي رايح ويجوا مع اللي جاي، انت دلوقتي عايزهم ازاي كلهم راي وكلهم شخصيه في اي حاجه بتحصل قدامهم في مصر؟ انت خليت المصريين كلهم عباره عن ناس بتروح مع اي حد في اي حته زي ما اتكلمنا، ويا ريت يعني ما تكونش وصلت لاي المكان ده في الفيديو، علشان خاطر لو وصلت ممكن تعمل ابلاغ عني، وممكن تعمل ابلاغ اليوتيوب، وانا يا اسطى مش مستاهل. انا زي ما قلت لك العيب مش فيا، لا انا عمرو اديب ولا انا جابر القرموطي اللي جبت الفيروس وقعدت اتكلم معاه وقلت له كخه هتيجي هنا مصر والكلام ده. انا بس طبعا انتقد كل اللي احنا بنشوفه، وانا كان نفسي في يوم من الايام ان انا اشوف اعلاميين طلعت تتكلم وناس بتاثر فعلا في راي العام بطريقه ايجابيه، وبتقول لهم يا جماعه في لازم نعمل 1 2 3، ولازم نبقى قاعدين في البيوت، ولازم نغسل ايدينا، ولازم كمان نبعد متر عن اي حد متحمل معاه والكلام ده. كان نفسي اشوف المجتمع، كان نفسي اشوف الطبقه دي موجوده هنا في مصر، بس للاسف الشديد اللي انا بشوفه هنا في مصر في الاعلام هي تجارب مغزيه وتجارب غير طبيعيه. فانا مش متفاجئ بصراحه ان الاعداد بتزيد في مصر، ولسه الاعداد ممكن تزيد، لان هم عايشين الناس في وهم غير طبيعي. هم دلوقتي اهم حاجه مركزين عليها يا ترى البرنس هياخد مريم وهيعمل ايه في الحلقه الاخيره والكلام ده، لان ده المهم، مش المهم خالص هي صحه الناس والوباء ما ينتشرش، لان اخر حاجه بنفكر فيها هي صحه الناس. بص انا مش هلومك لو ما عملتش لايك وسبسكرايب، بس عادي يا اسطى براحتك، بس اهم حاجه ادعوك ان انت ما تبلغش عني بعد الفيديو يا اسطى، اللي هو احنا اخوات يا حبيبي.